السلام عليكم. معانا النهارده برضه نفس الساوند اللي هو برضه الاي ساوند اي، ففي كلمات تنتهي بالحرف او تنتهي بالثلاث حروف الاي ان اي. وزي ما قلنا قبل كده يا شباب، لو كنا عندي الحرفين متحركين اللي هو عند الاي والاي وبينهم حرف ساكن، فالحرف الساكن المعروض الاول عندي مين يا شباب؟ اللي هو الحرف الان. طب الساوند ده بقى هتنطق ايه هنا بقى؟ هتنطق ان ان. طب تعالى بقى نشوف الكلمات اللي هي نفس الساوند. اول كلمه معانا كلمه كين كين كين. الكلمه الثانيه معانا كلمه بين بين بين. الكلمه الثالثه معانا كلمه مين مين. لاحظ هنا طبعا السبيلنج مختلف عن كلمة مين اللي هي أساسي أو رئيسي، لكن هي طبعا السبيلنج مختلف. فهنا معنى كلمة مين. مين هنا بقى هنحاول نعرفها شوية. طبعا في بعض الحيوانات أو معظمها بيبقى طبعا له في شعر كثيف حوالين الرقبة بتاعة الحيوان زي الفرس أو الحصان. الأسد برضه معانا في الصورة اهيت، فطبعا هنا الشعر الكثيف ده اللي حوالين رقبة الحيوان بنسميها هنا كلمة يا شباب مين؟ مين. فدي الساوند بتاعتها مين. معانا كلمة تالتة أو كلمة بعد كده كلمة بين بين بين، اللي هي طبعا في عندك طبعا في أي ويندو، يعني ممكن تقول أ ويندو بين أو أدور بين بين، اللي هو طبعا فيه زي شراع من الإزاز أو لوح زجاج بيبقى موجود طبعا في كل الشبابيك، وأحيانا في طبعا البعض بعض الأبواب بتاعت الغرف طبعا فيه كده زي جزء بسيط منه أو فتحة طبعا بتتغطى بالزجاج. فاللوح الزجاج هنا بنسميها يا شباب بين، يعني for example a window pane or a door pane. الكلمة اللي بعد منها كلمة سين سين سين. الكلمة اللي بعد منها كلمة فين فين فين. وطبعا دي بتبقى ايه بقى اللي احنا عبر عنها اللي هي الريشة بتاعت المروحة نفسها، لكن مش المروحة طبعا، المروحة يبقى اسمها فان، لكن الريشة نفسها اللي هي اللي بيبقى عندي طبعا في أي مروحة في معانا طبعا ايه تلات ريش كده عشان نخلي المروحة طبعا ايه تطلع كمية هواء، فالريشة دي بنسميها فين فين. آخر كلمة معانا بقى كلمة وين وين وين. هنا معانا تراجع أو يتناقص، وده عشان نفهم المعنى. طبعا احنا عارفين طبعا المون لما بيجي طبعا في منتصف الشهر بيبقى طبعا هو عبارة عن دائرة كاملة، وبالتالي بقى بعد كل فترة بتلاقي بقى ايه بيحصل له تناقص ويتراجع أو يتضرقل في الشكل، فيصبح بقى عندي هلال وكده يعني. فهو كلمة هنا بقى كلمة وين، فممكن ننطق بقى ايه زي المون زي ما قلنا، فممكن نقول مثلا فور اكزامبل ذا مون وينز ذا مون وينز. هنا ايه القمر معناته بقى كان هو كان بدري كامل تمام، بتدي بقى يتضاءل ويقل في اللي هو تراجع في الحجم بتاعه. وكده بقى يكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى تشاركوا القناة والاعجاب والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.